ليش آرتي؟ شو في داعي تاخذي التقاعد؟ كرمال المصاري اللي رح تكسبهم بتدمر حياة بنتي المسكينة. كيف يعني كل شيء منيح بنتي؟ نحن بعتناكي على بيت كله مشاكل. ما رح تفلتوا من إيدي، أنا بدي موتكن انتو الاثنين. ساعتها الكل رح يندم. كان عم يقول لي انه طالعوا آرتي وبيت حماها من بيتهم اليوم. ما رح خليه عايش لهذا. بقول لك استنى تروك من ايدك. شو عم تعمل انت؟ لا تفوتوا الحلقات الأخيرة من فرصة ثانية، الجزء الثاني، من الأحد إلى الخميس 7:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.